تحل اليوم 3 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان رشدي أباظة الذي ولد في القاهرة عام 1927 لأب مصري يعمل ضابطا في الشرطة وأم إيطالية. يعد رشدي أباظة من أكثر الفنانين شهرة ووسامة في مصر والوطن العربي، واشتهر بأعماله الفنية المتميزة التي حققت نجاحا كبيرا. قدامك يومين تدور فيهم على حد غيري. كمان جايين تقول الكلام ده؟ ده بدل ما تشكرني. علي يا خيبة، أنا كنت واقف على الباب وسمعت التلبيخ اللي لبختيه. والله كان لازم تفهمني إن أنا عندي استفحس. بلاش جهل، اسمه استبحس. جهل؟ يا سلام، في حاجة في الدنيا اسمها استبحس؟ انتش فاهمك في الطب. ثم ده مش الموضوع. رشدي أباظة اسم لمع وتلألأ فحفر في ذاكرة مصر الفنية. ولد رشدي أباظة في 3 أغسطس من عام 1926 من أب مصري وأم إيطالية. حصل على البكالوريا من كلية سان مارك بالإسكندرية، لكنه لم يكمل دراسته الجامعية بسبب عشقه للرياضة. بدأ أباظة حياته الفنية حينما أسند إليه دور مهم في فيلم المليونيرة الصغيرة في عام 1948 مع النجمة فاتن حمامة. وبعد الفيلم انشغل أباظة عن التمثيل، لكنه عاد بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام منها دليلة ورد قلبي وموعد غرام وجعلوني مجرما، قبل أن يلمع نجمه مرة أخرى في فيلم امرأة على الطريق، وتلاه عدد من الأفلام القيمة منها جميلة وواسلاما وشيء في صدري وأريد حلا وصراع في النيل، بالإضافة إلى الرجل الثاني وغيرها من الأفلام. كل شيء ولو آخر. أنا عايش معاكي في سجن يا سمرة، وانت السجان اللي بيعد عليا كل خطوة، كل حركة، كل نفس. تفتكر لحد امتى هستحمل حياة بالشكل ده؟ يمتلك أباظة من رصيده الفني أكثر من 100 فيلم خلال مسيرته التي امتدت حتى عام 1980. وفي 27 يوليو من عام 1980 توفي رشدي أباظة عن عمر يناهز 53 عاما، ليسدل الستار على مسيرة فنية حافلة لأحد أهم نجوم الفن المصري.